شنو مقابلة هي ولك بيها نصيحة. نصيحة نصيحة, نصيحة. أنا بس بوجهها حق بشار الهنيدي, سنين سنين تجيب لنا زيت زيتون, ما تقول لنا شنو الطريقة اللي نكتشف فيها زيت الزيتون أصلي ولا مغشوش ولا مغشوش. الطريقة كالآتي, تجيب قفشة, الزيت اللي بتشتريه تصب منه قليل في القفشة وتجيب ملح وتكبه على الزيت اللي في القفشة وتحاول تذوب الملح في زيت الزيتون, إن ذاب مغشوش, إن ما ذاب توكع الله روح اشتر على 45 دينار, يقولون زادوها بس خليك على 45 دينار التنكة, لا حد يقص عليك. اللون ما يعطي, يعطيك خابط, يعطيك فسفوري, يعطيك خضر, ما له علاقة. لكن تبي تكتشف اللي قلت لك عنه, ملح مع زيت ذوبه, ذاب قطة بويها, ما ذاب توكع الله نوطك وشيل التنكة. شكراً.